إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. في أوقات كتير كتير جدا تلاقي اتنين في نفس العمر في الخمسينات مثلا، ولكن واحد منهم باين عليه انه تخطى السبعين، والتاني ممكن تشوفه تقول ان عمره ما يتعداش 40 سنة. ده بيحصل وبيحصل كتير، لان في حقيقة علمية اسمها العمر البيولوجي، اللي هو بيقيس بالفعل مدى كفاءة اعضاء الجسم، وده مختلف كتير عن العمر الزمني اللي بيتقاس بالسنين. ده بيختلف من شخص للتاني حسب متغيرات كتيرة في حياة كل واحد مننا، زي تأثير عوامل البيئة، نظام الغذاء بتاعنا، طبيعة العمل، النشاط البدني. علشان تحافظ على عمرك البيولوجي وكفاءة وصحة أعضاء جسمك، حافظ على نمط غذائي صحي غني بالفيتامينات والخضروات، وقلل من النشويات والدهون، عود نفسك على الرياضة والنشاط البدني، وأخيراً حافظ دايماً على علاقات اجتماعية جيدة ومتوازنة مع الناس كلها، لأن ده بيحافظ على استقرار حالتك النفسية وتقوية مناعتك. فاصل وهنعرف معلومة كمان. تناول الطعام في وقت متأخر من الليل مش مستحب أبداً، لأنه بيضيف للجسم سعرات حرارية إضافية بتزود الوزن، وممكن يتسبب في أعراض عسر هضم. لكن مريض السكر بصفة خاصة أحياناً بننصحه أنه يتناول وجبة خفيفة في آخر اليوم بالليل علشان يتجنب انخفاض السكر أثناء النوم، خاصة لو بياخد علاج السكر بتاعه في صورة إنسولين وبياخد جرعة مسائية من الإنسولين ده. بننصحه أن يأكل وجبة بنسميها وجبة منتصف الليل، بس تكون منخفضة السعرات الحرارية، منخفضة الكربوهيدرات. مثلا نقول له كل طبق سلطة خضراء بالليل، بيضة مسلوقة، جزر، شريحة جبنة بيضة قليلة الدسم، زبادي، حفنة صغيرة من المكسرات، فشار قليل الدسم. وإذا كان مريض السكر بيشعر رغم الوجبة دي بالجوع أو هبوط السكر، لازم يرجع لطبيب السكر المتابع ليه، علشان ممكن يكون محتاج يعدل من جرعات علاج السكر اللي بياخده. دمتم في صحة وأمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.